مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.